مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من شويه فضفضه. احداث الاسبوع اللي فات نتكلم فيها بسرعه، يلا بينا نبدا. واول خبر معانا من الامارات، الداعيه الدكتور وسيم يوسف. يمكن هو اشتهر مؤخرا بفيديو كده، ناس كتير عملت له شير على السوشيال ميديا. كانت واحده بتتصل بيه من النرويج وبتتكلم على الحاجات اللي بيتعلموها في المدارس وازاي هي تثبت ولادها على القيم ومبادئ الدين في وسط ما هي المدارس هناك والاختلاط والكلام ده كله. والحقيقه الرد بتاعه كان هادي جدا ومعتدل جدا لدرجه حببت كل الناس، في مسلمين وغير مسلمين. والفيديو انتشر انتشار رهيب، والكلام ده كان من حوالي شهر تقريبا. من هنا ابتدت تعرف الناس اللي في مصر يعني على الاقل، او ابتدى ينتشر اسم وسيم يوسف. هو واضح ان هو بيقدم، او من الفيديو واضح ان هو بيقدم على برنامج على قناه ابو ظبي. اول الاسبوع اللي فات خبر انه تقديم وسيم يوسف للمحاكمه بتهمة انه كتب حاجات على تويتر، او ليه تعليقات على تويتر، او عمل فيديوهات بتحرض على الفتنة، ويعني بتهدد وحدة الصف والوحدة الوطنية والكلام ده كله. تفاصيل الموضوع لما حاولت اقرا فيه هو مش باين بالظبط ايه، يعني محدش قال ايه الحاجة او التويتة او الفيديو اللي عمل كده، ولكن واضح ان هو في كذا فيديو مؤخرا هاجم كذا حد في كذا دولة، اخرهم كان ناس في دولة قطر. مفيش تأكيد هو ده السبب ولا لا، بس يعني دي الحاجات اللي كان فيها هجوم. والمفروض المحاكمة ان هي يوم 3 مارس اللي جاي، وهيبان ايه اللي هيحصل فيها. نتنقل بعد كده مع خبر يعني كوميدي ومحزن في نفس الوقت. عارفين عربيات تسلا، عربيات تسلا المفروض ان هي العربيات اللي بالكهرباء اللي دلوقتي شغالين ان هي كمان تبقى سيلف درايفنج او اوتو بايلوت. فاحد الناس الهاكرز قرروا ان هم يعملوا تجربه، فعلى طريق المفروض ان هو سرعته، السرعه مكتوب ان هي 35، فلزقوا كده لزق اسود، فالتلاتة بالانجلش بقت 8، فبدل 35 بقت 85. فعليا عربيه تسلا كانت على الطريق ده زودت سرعتها ل 85، وده انديكيتور يعني يخلي الناس تفكر بطريقه تانية، ان هو مش بس السنسورز والاريات والكاميرات. اعتقد هيبقى الخطوه بعد كده ان هو لازم يبقى فيه تثبيت للطرق، او يعني بمعنى ان هيبقى من ضمن سوفت وير العربيه ان هو عارف الطريق ده السرعه بتاعته كام، او بيابديت مع الجي بي اس، او بيابديت مع الانترنت. يعني كده اثبت ان فكره بس السنسورز والكاميرات مش كفايه. في سنسورز تانية بتخلي العربيه تهدي لو في حاجه قدامها والكلام ده كله، بس عموما فكره ان هو اخذ الطريق، اخذ سرعه الطريق من الساينز اللي موجوده، بيخليك بقى تفكر لو حد عمل كده، طب لو شويه تراب، لو اي حاجه ممكن الدنيا تتغير يعني. ونيجي كده ايه بقى مع الاخبار اللي يعني واكله الاسبوع. بداية الاسبوع ابتدى ببراءه علاء وجمال مبارك من قضيه البورصه، قضيه التلاعب في البورصه اخذوا فيها حكم بالبراءه. بعدها بيومين وفاه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، ومن هنا ابتدت التعليقات والخناقات على السوشيال ميديا وعلى كل حاجه. يعني هو توفى خلاص، ربنا يرحمه. مش فاهم ليه ما حدش قادر يقول ربنا يرحمه وخلاص يعني، بس يعني انت اي حد بيموت بيتمنى له الرحمه وخلاص على كده. عمل حاجات وحشه، ما كلنا بنعمل حاجات وحشه يعني. ايه فكره ان اي حد فينا يحط نفسه مكان ربنا ويقرر يصدر احكام؟ الناس بقى بتتكلم ازاي وبتاع ايه اذكروا محاسن موتاكم، هي فين المحاسن بتاعته، هو فين مش عارف ايه، وهو كل دول بيترحموا عليه. طب امال مين نزل التحرير؟ طيب خلينا ناخد بس كام نقطه كده.
انا بالنسبه لي يا بعضهم يا كلهم هم السبب ان الناس دلوقتي بعد وفاه مبارك بتترحم عليه وبتذكره بالخير. اول حاجه الثوره، الناس اللي نزلت في الثوره ما يعدوش 10 مليون. انا بتكلم الناس اللي نزلت في الشارع، تمام؟ بما اننا لسه مكملين 100 مليون دلوقتي، فتقريبا احنا في 2011 كنا 90 مليون، اكتر من 90 مليون بشويه. اللي نزلوا في الشارع 9 مليون 10 مليون، تمام؟ الباقي كله يا اما كان مؤيد لمبارك يا اما حزب كنبة بالمسمى الاعلامي اللي كان فيه، تمام كده؟ فطبيعي ان في مثلا 40 مليون 45 مليون مؤيدين لمبارك، شايفين ان هو ما كانش المفروض ان هو يمشي. واحد. اتنين، هو ليه مفيش احتمالية حتى من الناس اللي نزلت الثورة، يعني مش فاهم ليه الناس مش بتفكر في النقطة دي، ان يعني الناس شايفة من وجهة نظرها ان ايام مبارك بكل المشاكل اللي كان فيه باللي نزلوا ثورة ضده وبكل حاجة، شايفين ان هو الوقته احسن من دلوقتي. ده احتمال برضه. مش معنى ان حد وحش وانا بقول ان هو وحش، خليني امثلها لكم بمثل صغير، معلش انا كل امثالي عاده بتبقى رياضيه. انا مدرب كوره، يعني الجمهور متضايق منه عشان واحد اتنين تلاته، مش المدرب ده وحصل حاجات وبعدين جه مدرب تاني ورجعوا يقولوا ولا يوم من ايام المدرب اللي فات. اهو يبقى هما شايفين ان بيقارنوا ده بدلوقتي، بيقولوا اللي فات كان احسن. بس مش معنى كده ان هو احسن حاجه، مش معنى كده ان هو ما عندوش مشاكل، مش معنى كده ان هو ما عندوش مساوئ. عنده مساوئ وبيغلط وفي مشاكل وفي بلاوي، بس شايفين ان هو احسن. تالت حاجه، هو بس من الواضح، وطبعا الحقيقه في مصر ما بتعرفش في وقتها، يعني محتاجين وقت كتير قبل ما نعرف كل الحقيقه، بس من الواضح ان الراجل ده كان قوي جدا خارجيا وحمينا او حامي مصر من حاجات كتير خارجيا. الراجل ده كان بيحط على الامريكان والاسرائيليين في قنواتهم، يعني بيتعمل معاه انترفيو في القنوات بتاعتهم بيحط عليهم، والفيديوهات موجوده يعني اي حد يقدر يشوفها. كذا مره يبقى في محاولات من اسرائيل وفلسطين، سوري، من اسرائيل وامريكا على ان ياخدوا حته من سيناء وبتاع، وكان بيرفض رفض قاطع، وكان بيسيح لهم على الهواء، يعني بيقول لهم كلينتون قال لي كذا ونتنياهو قال لي كذا وقلت له مش هيحصل. فمن الاقوي ما دخلناش في حروب تانية، ما يعني خارجيا هو كان كويس. ده من الواضح، يعني ده من الواضح، يعني هو يعني تعزية كل الناس ليه من كل الدول من كل الاطراف، واضح ان هو خارجيا كان كويس. داخليا في مشاكل طبعا، الناس نزلت ثوره ضده بسبب مشاكل وقمع و و و طبعا، تمام. بس في نفس الوقت هو برضو كان في حاجات الناس شايفاها كويسه، حاجه مثلا زي المعاشات، هو كان بيرفع المعاشات المدنيه بشكل مستمر، فكانت الناس اللي على سن المعاش الى حد كبير عايشه حياه كريمه مقارنه بوقت دلوقتي. انت بتتكلم في رفع المعاشات العسكريه والقضائيه اكتر من مره قدام المعاشات المدنيه اللي هي تقريبا ما زادتش او بتزيد، يعني زيادات قليله قوي. دي حاجه من الحاجات. مش معنى ان هو في حاجات وحشه او ان هو في حاجات كويسه ان مفيش العكس. يا جماعه بطلوا موضوع ال 100%، مفيش حد 100% كامل ولا حد في 100% وحش. يعني موضوع العباره، ما طبعا غلط ولازم يتحاسب والمسؤولين يتحاسبوا كل الكلام ده. المستشفيات، الحاجات بتاعه القروض، الاراضي اللي كانت بتتباع بسعر رخيص، كل الكلام ده تمام، وفي نفس الوقت عمل حاجات تانية ممكن تبقى كويسة. بس ده ببساطة يا جماعة، مفيش حد 100%، مفيش حد 100% وحش، ومفيش حد 100% كويس، لا في سياسة ولا في كورة ولا في أي حاجة. احنا في الآخر بشر، والناس بتتريق على جملة له ما له وعليهم عليها، يعني ما هي حقيقية. طيب
يعني هي جملة واقعية جدا في أي مكان في أي زمان على كل الأديان في كل حاجة، إن الإنسان بطبعه بيعمل كويس وبيعمل الوحش. مش فاهم الرفض في إيه يعني، وليه إحنا بنتخانق على حد مات يعني، يعني وليه كل حاجة تبقى خناقة؟ لازم نبطل الموضوع ده بجد، إحنا كل حاجة بنتخانق عليها. الدولار غالي نتخانق، الدولار رخص نتخانق، مش عارف مين مات نتخانق، مين جاب جول نتخانق، مين كسب نتخانق، مين اتضرب نتخانق، مين مش عارف ايه نتخانق. وفي الاخر يعني احنا ابعد ما يكون عن العلاقة بأي حد من دول. يعني احنا في الاخر لو احنا اتضرينا في حاجة، احنا بقى شخصيا، حد حصل له حاجة، لو حد مثلا لا قدر اي حاجة، رجله اتلوت في الشارع، عمل حادثة، اي حاجة، ما فيش اي حاجة من دي بقى، ولا ان اي حد من دول هيجي ناحيتك. الخبر اللي بعد كده او اخر خبر معانا هو متعلق بفيروس كورونا. الموضوع ابتدى ينتشر تاني، وظهر فيروس ابتدى ينشط تاني او حاجة زي كده. في كلام كتير في ايطاليا، الموضوع زاد بصورة مرعبة جدا. في اكتر من حد توفى، لدرجة خلت اني الماتشات بتاعت الدوري الايطالي كتير منها تأجل، وفي حاجات هتتلعب بدون جمهور، والحاجات الاوروبيه هتتلعب بدون جمهور. الموضوع ده عامل قلق بشكل كبير يعني. الدول اللي حوالينا برضو، السعوديه لغت تأشيرات العمره ومنعت السفر الاسيوي. احنا كنا امبارح كمان هنستقبل طياره من الصين، ولغوا الخبر في لغوا قصدي الموضوع في اخر وقت. ليبيا بتعلن ان هي مش عارف هتستورد مش عارف كام مليون كمامة، واحنا في مصر لغاية دلوقتي ما فيش اي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي طلعت رسمي انه الاجنبي ده اللي هو اصيب بالفيروس، ما فيش اي حاجة تانية. ولكن امبارح بالليل فرنسا اعلنت ان عندها 38 حالة كورونا، منهم حالتين جايين من مصر او كانوا في مصر يعني ولسه جايين، واحنا وزارة الصحة مفيش اي بيان رسمي عن اي حاجه. وفي وسط الولا حاجه اللي بتتقال دي، هقفل بالفيديو ده ونشوف التعليق ايه يعني. حضرتك عامر علي، وطبعا مدام صينيه زي ما حضرتك شايفين، والله بالنسبه لي الوضع كان قلقني جدا، لان ما ينفعش اسيب مراتي وابني وارجع لوحدي، ما ينفعش. وفي البدايه فعلا زي ما حضرتك قلتي ان السلطات الصينيه ما كانتش سامحه للصينيين يطلعوا معانا على الطياره، بس الحمد لله بجهودات الدوله الحمد لله. مش بس، ودي كانت كده كل احداث الاسبوع اللي فات. لو عجبكم الفيديو لايك سبسكرايب وشير في كل حته. اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. سلام.